زار ولي ولاية جيجل المصنع سحق البترول الزيتية بمنطقة كتامة بالقرب من ميناء جنجن، وهذا المصنع اللي ينشط في نفس الميدان اللي نتاع المصنع نتاع تم افتتاحه في بجاية. هذا شيء إيجابي كثير، حيث أنه يعني كيكون في زوج مصانع يعني بهذا الحجم سوف تخلق تنافسية أكيد، وسوف هذه التنافسية تكون عندها يعني أثر إيجابي على الأسعار أولا، وكذلك هذا قدما يكون عندنا مصانع من هذا النوع مركبات يعني هذه بحق يعني بحجم مركبات سوف أكيد تطور القدرة الإنتاجية نتاع الجزائر بصفة عامة، وكذلك لما لا الولوج إلى عالم التصدير، نولو دولة مصدرة لزيت المائدة، خاصة وإننا نعلم أنه فيه زوج مصانع في كل من معسكر ووهران، وكذلك يعني من جانب آخر هذه المصانع سوف تحفز الإنتاج الفلاحي وتنشط الميدان تاع زراعة النباتات اللي تدخل في إنتاج زيت المائدة كالكرزة ودوار الشمس وكذلك والصوجة كذلك. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم. الموجود فيها هو مصنع الزيوت، أنتم تعرفوا أنه عن انطلاقة هذه مدة، صحيح أنها كانت انطلاقة نوعا ما تيمين محتشمة بالنظر إلى طابع الإطارات الموجودة فيها، هي إطارات أجنبية تخضع لإجراءات نوعا ما طويلة، حاولنا تهليل كل هذه الصعوبات تعليم المدة استفادة هذه الإطارات الأجنبية من الوثائق اللازمة باش ينشطوا على مستوى هذا المصنع هذا، وهذا الشيء اللي راه قيد المتابعة. كذلك تعرفنا في هذا المصنع هذا على لأنه مقسم إلى ثلاث أجزاء، كاين جزء اللي فيه إدارة و تخزين المادة شبه النهائية والنهائية، هذه راح إن شاء الله تخضع لإعادة بعض الأشغال بمحاولات أخرى بعد تأسيس صفقة الشركة الأم هي شركة أجنبية. وعندنا على مستوى القلب اللابط للمشروع اللي هو الجانب التقني أشغال ما تعرفش منجموش نحبطوا على ارتفاع في نسب الإنجاز لأنها أشغال دقيقة وواسعة، وبالتالي ننتظر تقريبا 3-4 أشهر باش نعرفوا نسبة تقدم الأشغال وتظهر هذه الأشغال للعين المجردة. في المقابل طرحوا لنا الإشكال أو المشكلة اللي يخص التجهيزات اللي موجودة على مستوى الميناء خصوص البدوان اللي راح تكون فيها لقاء بحضور طرف الجمارك اللي نعرضوا الوضعية ونشوفوا إمكانية الحل ربما محليا بالتسهيلات المناسبة، إذا كان يضطر الأمر إلى إيجاد تراخيص استثنائية من المديرية العامة أو من وزارة المالية، ولما لا نسعى للوصول إليها.